إذن النيورال نيورال نتوركس فكرة النيورال نتوركس الأساسية بنقول عنها إنها بيولوجيكلي انسبايرد. الكلاسيكال الكونفنشنال كالكوليشن أو البروجرامينج عندنا الكلاسيكال كلاسيكال بروجرامينج سيكوينشال كل البرامج اللي انتوا اشتغلتوا عليها او عملتوها كتبتوا سي بلس بلس ما عمرك كنت تقدر تمشي في تو باث سيمولتينسلي مظبوط كنت دائما توصل للفلو شارت حتى الفلو شارت عندنا نيجي بنحط احنا كوماند معين بنقول اف ذن else مظبوط بعدين بننزل ونقول مثلا x بتساوي x بلس 1 x takes on the value of x بلس 1 وبننزل بهذا الشكل وبعدين ممكن نرجع او نعمل شيء معين او نعمل برانشينج هذا البروجرامينج سيكوينشال هاي الكلاسيكال الطريقه الاساسيه في البروجرامينج الفكره الاساسيه الرئيسيه في النيورال نتوركس انه هي بايولوجيكلي انسبايرد فاحنا عندنا في عندنا نيورونز او اظن بسموها سينابس وبعدين عندي نيورونز هاي بتجتمع بعدين في نود في لهم اسماء طبعا علميه وهذا كل واحد من هذول بيصير فيه له فايرنج، فايرنج يعني بيكون اون او اوف. هذا الموديل احد المودلز اللي موجوده لطريقه التفكير في الدماغ. وبعدين هون في عندي نون لينير فانكشن وبطلع بعدين عندي اوتبوت وبعدين برد في نيورونز ثانيه. وبكون في عدد هائل من هذول البلايين من النيورونز هاي البارلل والسيجنال عمالها بتمشي سيمولتينسلي في اكثر من مسار. فالعلماء اللي بيصير مع التعلم انه الويت هذا هون المسار اللي موجود هون والمسار اللي موجود هون له ويت، الويت هذا زي البوتنشيوميتر. فبصير انا اغير البوتنشيوميتر، بغير البوتنشيوميتر، بغير الويت، وانا عمالي بتعلم عماله برجع بطلع انا بجاوب جواب. اذا ما تعلمت طبعا ما بقدر ادرب النتورك. بقارن الجواب اللي طلع معي مع الجواب اللي المفروض كان يطلع، وهلا رح نشوف مثال عملي عليه. إذا قارنت الجواب إذا الجوابين صحيحين ما بيكون في عندي ممكن أقوي الأشياء اللي أدت لهذا الجواب وإذا الجواب عندي خطأ بضعف الأشياء اللي أدت لهذا الجواب فبعد فترة راح ألاقي إنه الويتس هاي كلها عملت سيتلينج على شيء معين وطلع معي أوتبوت فالموديل المقابل اللي حاولوا يبنوه عندي مجموعة من الانبوتس راح أسميهم X1 X2 إكستريم بدخلهم هون على نودز عدد من الانبوت هذا هو الانبوت لاير هذا اللاير المدخل اللي دخلوا عليه الانبوت من هون وهلا هون في عندي عادة رح يكون في هيدن لاير طبعا هذا مش شرط انه بالضبط يكون زي ما هو في الدماغ هو بايولوجيكلي انسبايرد بس بعدين احنا غيرنا فيه هندسيا فعندي هلا هون مجموعه لايرز هلا هون في عندنا هذه نون لينير فانكشن بنعمل هلا بشرح تفصيلها راح اخذ كونكشن من هذا الانبوت هلا هاي النود كل اللي بتعمله بتاخذ السيجنال اللي موجوده هون وبتوزعها على عدد من السيجنال فنفس السيجنال ما بتضعف السيجنال يعني هي مش انبوب هذا بدخل الانبوب هون كميه من الفلويد نصه بروح هون ونصه بروح هون هي زي ريبيتر ها فبتاخذ السيجنال اللي موجوده هذول طبعا دايركشن والسيجنال اللي بتنزل عندنا هون فنفس السيجنال اللي موجوده هون هاي ممكن تكون انالوج ممكن يكون ديجيتال احنا رح ناخذهم ديجيتال الان هون فرح يكون هذا مثلا له قيمه 1 او 0 حسب القيمه تبعت اكس 1 رح تنتشر القيمه هاي اللي موجوده هون من اللاير هاد لللاير هاد بهذا السيكونس وعندي نفس الشيء رح يكون عندي ناخذ لون ثاني مثلا كل واحد من هدول في له ويت فراح احط على هذا W11 وهذا الثاني من هون راح اسميه W12 والثالث راح اسميه W13
باللاير هذا اللي موجود هون وهكذا. ولو كانت هذه مثلا لو سميت هذه اي وهذه سميتها جي، راح يصير عندي مثلا من هون لهون دبليو اي جي. اوكي، فصار عندي، وعندنا هذول هلا راح يكملوا كلهم بنفس الطريقه، راح يكون عندي من كل واحد من هذول في ويتس او في كونكشنز لكل هذول اللي موجودين هون، وفي من هون راح يكون عندي دبليو 11 دبليو 12 دبليو 13 دبليو 21 دبليو 22 دبليو 23. مين ايش الكومباكت كونسايز فورم اللي بقدر اختصر فيه كل هذول الدبليوز؟ كيف بقدر احطهم في فورم سهل ومختصر؟ ماتريكس. اشكرك ماتريكس. شوفوا عظمة الماتريكس، كيف الماتريكس قوتها. الماتريكس فيها صعوبات في البروسيسنج والهاي، بس ميزة الماتريكس انها بتختصرها في ايش الكلمة؟ كونسايز. ايش يعني كونسايز؟ كونسايز اشي مختصر، بس انت مرات لما بتسمع كلمة مختصر شو بتخاف؟ لو مش كامل. بس كلمة كونسايز كلمة راقية جدا. كلمة كونسايز بتقول انه مختصر لكنه كامل، هاي معنى كلمة كونسايز. فالماتريكس هاي اللي موجوده هون راح تختصر كل الدبليوز اللي موجودين هون، فراح نيجي نقول دبليو 11 دبليو 12 دبليو 13 هي الويتس تبعت اللي رايحه من الانبوت الاول لكل الاليمنتس في الهيدن لاير، ودبليو 21 دبليو 22 دبليو 23 هي الاليمنتس اللي رايحه من الانبوت الثاني لكل الاليمنتس اللي موجوده في الهيدن لاير، فبختصرهم كلهم في دبليو ماتريكس. وهون تيجي قوه الماتريكس تيرمينولوجي والماتريكس كونفنشن. عندنا صار هلا هون عدد من الانبوتس اخذتهم على هيدن لاير. هلا راح نشوف ايش البروسيسنج اللي بيصير هون. راح ندخل عندي هلا انبوت، يعني اذا كانت اكس 1 واحد شو راح يصير في كل هذول اللي طالعين من هالويتس؟ راح ياخذوا واحد ويدخلوه على الهيدن لاير اللي موجود هون. لكن اذا كانت اكس 0 راح تاخذ وراح تنضرب كل وحده من هذول في الويت تبعها. اذا كانت 0 طبعا مش راح يدخل شيء، بس اذا كانت واحد راح تنضرب واحد في كل واحد من الويتس، فهاي راح يوصلها واحد في الويت W11، هاي راح يوصلها واحد في الويت W2، هلا راح نشوفها بتفصيل اكثر من هون. وبعدين راح اخذ هدول هلا على اوتبوت لاير، مش شرط عدد النودز، هدول عددهم مش شرط يكون مساوي لهدول، وهدول عددهم مش شرط يكون مساوي لهدول، ولذلك احنا بنعبر عن هذا النتورك بنقول مثلا 3 10 2 3 يعني 3 inputs 10 في الهيدن لاير 2 في الاوتبوت لاير، فبنعبر بنقول هذا نيورال نتورك وذا هيدن لاير 3 10 2 في له 2 outputs في له 3 inputs في له 10 elements في الهيدن لاير الموجود هون. وبعدين عندي نفس الشيء، هلا لازم في طريقه معينه اميز بين الماتريكس هاي والماتريكس هاي. طبعا انا هلا راح اسميهم W11 بنفس الطريقه من هون، بس اتذكر انه هاي W غير عن هاي W اللي موجوده هون، ونفس الشيء راح يصير عندي هون هاي طلع عندي هون الاوتبوت. سمي هذا اذا بدك y1 y2 او ارمز له بالفيكتور w، وهذا سميه x1 x2 او ارمز له بالفيكتور x. اوكي، فصار عندي علاقه بين الانبوت. هلا الهدف انه انا في فانكشن معينه بدي اختصر، وين راح تصير الفانكشن لما بخلص التدريب تبعي؟ وين راح تكون مخزن الفانكشن هاي بشكل موزع في ال W11 وال W12؟ الفاليو النهائي احنا بدينا بفاليوز، هدول راح يتغيروا خلال عمليه التدريب والتعلم. انت لما بتبدا كطفل صغير ببدا عندك في فاليوز هاي بتكون راندوم او الها نيوترال فاليو، مش هيك؟ لما بديت تتعلم وصل عمرك 10 سنين 15 سنه 20 سنه يمكن يزيد عدد النيورونز كمان، ما بعرفش هذا. وهدول النيورونز للفانكشنز اللي انت تعلمتها، تعلمت انك كيف تمشي، بعرفش تعلمت كيف انك تحسب، تعلمت كيف انك تتعرف على صور مختلفه، راح تلاقي هدول بدوا ياخذوا فاليوز معينه، فانت تعلمت فاختلفوا الفاليوز هاي راح تضلها تتغير طول الوقت وانت بتتعلم. بايولوجيكلي انسبايرد، احنا نفس الشيء هلا هون. اذا احنا شو بدنا نحاول نعمل؟ بدنا نحاول نطلع علاقه ما بين انبوتس واوتبوتس. لكل سيت اوف انبوتس انا هدفي انه يطلع عندي اوتبوت. انا الموديل الاصلي تبع هذا ما بعرفه، يعني لو كان هاي ترانسفير فانكشن، لو بدي اطلع ترانسفير فانكشن مش ممكن اعمل ترانسفير فانكشن؟ بدي لكل واحد من الانبوتس، فانا عندي في تريننج داتا، في عندي داتا صحيحه انا بعرفها انها صحيحه. التريننج داتا هاي راح اخذها كل مره بحط الانبوتس هون، وايش بيطلع معي؟ هو بيطلع لي اوتبوتس. بايش بقارن الاوتبوتس اللي طلعت؟ بالاوتبوتس الصحيحه اللي انا عارفها، انا بدي اعلمه، اذا ما علمته كيف بده يطلع لي الهاي؟
بناء على الأجوبة اللي النتورك أعطاني إياها لهذا الجواب، واللي المفروض إنها تكون الايرور، في ايرور راح يطلع، مش هيك؟ راح يطلع عندي دلتا واي 1 أو ايرور واي 1، ايرور 1، ايرور 2، مزبوط؟ اللي هو ايرور، الايرور إحنا دائما شو بنساوي؟ الاصطلاح تبعنا الايرور مين يطرح من مين؟ ترو فاليو من الـ الترو فاليو بالضبط أو الديزايرد، فإذا بدك تسميه ديزايرد أو ترو مثلا من الاكشوال. هذا الاصطلاح دائما راح نضلنا شغالين عليه، ما تنسوه. ما بيأثر لو بدك انت تشتغل شيء ثاني، بس المهم عشان ما نتلخبط رح نمشي على نفس الاصطلاح، لانه احنا في الكنترول شو كنا دائما نعمل في الكنترول؟ مين كنا نطرح من مين؟ من الكنترول. اذا هذا الاكشوال مظبوط وهذا الديزايرد، وكنا نطرح الديزايرد او الريفرنس من الاكشوال مظبوط، وهذا هو الايرور اللي طلع معنا. فالايرور رح يطلع معنا هون هو واي دي، بس انا هون عندي فيكتور هذا مش هيك، فرح يكون واي دي اي. اوكي ماشي تمام. اذا احنا اللي راح نعمله، هاي هي الطريقه اللي راح نمشي فيها بهذا الاسلوب. راح نيجي نقول راح اعرض الانبوتس اشوف شو بطلع لي اوتبوت. في البدايه راح احط هدول راندوم، بدي ابدا من مكان معين زي ما قلت في النيوميريكال، مش لما تبدا سوليوشن بدك تبدا من مكان معين. انيشال كونديشن تعطي انيشال كونديشن راندوملي او بيطلع معك اوتبوتس، بتقارن الاوتبوتس اللي طلعت من هون بتحطها هون وبتطرحها من الديزاير، بيطلع معك ايرور. بناء على هذا الايرور اللي طلع معي يعني كل وحده من النوت، راح ارجع وين اصحح؟ راح اصحح الويتس هدول، وراح اصحح الويتس هدول. بدنا نشوف كيف الطريقه، طبعا في طريقه محدده كيف اصحح هدول الويتس بناء على الايرور اللي طلع معي. ما بكفي اصحح هدول الويتس، بدي اصحح هدول الويتس حتى ارجع واصحح اغير الفاليوز هدول. وطبعا سرعه التعلم تختلف من شخص لشخص، وسرعه التعلم في هذا النتورك احنا راح نحددها بالفا، قديش بسرعه بدنا نبدا نتعلم وقديش بدنا نبطئ التعلم. وطبعا سرعه التعلم هي مهمه، اذا كانت عاليه كثير راح تعمل لي مشكله. زي ما انتم كنتوا في النيوميريكال تعملوا شيء زي هيك، عملتوا شيء زي هيك بالنيوميريكال، قديش سرعه الكونفرجنس ممكن احط انا فاليو. المهم في فاليو عندنا راح نسميه ليرنينج ريت الفا، هذا الفاليو طبعا اذا كان صغير جدا شو المشكله؟ راح اقعد فتره طويله وانا اتعلم، واذا كان كبير مش حقدر استوعب، ممكن ما اوصل للمينيمم، ما اقدرش اضرب المينيمم. تتذكروا احنا في مساله حكيت لكم عنها المره الماضيه، لو انا عندي، لو انا حطيت تعلم سريع راح اصير امط من هاي النقطه لهاي النقطه، ارد ارجع من هاي النقطه لهاي النقطه، شو بدي اضطر اعمل في النهايه؟ بدي احاول اصغر الليرنينج حتى اقدر اوصل للمينيمم او الاوبتيم. اوكي اذا هاي هي الفكره العامه هلا تبعت هدول. هلا هون في فانكشن لينير فانكشن نون لينير فانكشن راح احكي عنها الان، كيف بعالج هدول الاوتبوتس. يعني راح يصير عندي هاي النقطه راح تكون عباره عن اكس 1 مضروبه في W11 زائد X2 مضروبة في W21 X3 مضروبة في W31 وهكذا، مش هيك؟ هون الانبوت اللي هون جاي راح يكون عبارة عن X1 مضروب في W12 زائد X2 مضروب في W22 زائد X3 مضروب في W32 وهكذا، مضبوط لحد ما يطلع. هلا هون في فانكشن نون لينير فانكشن راح اعملها اللي هي ثريشولد، راح احكي عنها هلا، بيطلع معي اوتبوت. هلا هون ايش العمليه بعدها بتصير؟ بتصير نفس الشيء، هذا اذا بدك تسميه Q1 الاوتبوت Q2 او J زي ما بدك. صار عندي انترميديت اوتبوت من الهيدن لاير اللي موجود هون. رح نشوف ليش بنحتاج الهيدن لاير، ما بكفي اني اعمل بدون هيدن لاير، بس يطلع معي هذول. رح ارد كمان نفس الشيء اطبق، رح يصير عندي Y1 شو بيساوي؟ بيساوي الفانكشن هاي ابلايد لQ1 W11 زائد Q2 W21 وهكذا الى اخره. هلا راح نشوف هاي ندرسها بتفصيل اكثر، لكن فكره التعلم فكره الليرنينج انه انا في عندي ست وبعدين بس اخلص، شو استفدت من التعليم اذا بس هو بعد لي الشيء اللي فرجيته؟ ايش بدي استفيد من هذا السيستم اذا كانه فعلا تعلم مظبوط؟ اخذنه تمام؟ تمام، بعمل جنراليزيشن. يعني انا الفائده المضبوطه انه بعدين لما بفرجيه انبوت انا ما كنت حاكي له الاوتبوت تبعه. يعني انا جبت داتا، الداتا فيها 1000 حاله، دربته على 800 حاله، ما فرجيته ال 200 حاله، واضح فاهمين؟ ما فرجيتوش ال 200 حاله البقيه، خبيت ال 200 حاله، دربته ضليت ادربه على ال 800 حاله اللي ادرب عليهم مظبوط. في نهايه جابهم، جاب ال 800 حاله، صرت افرجيه الحاله الاولى يعطيني الجواب الحاله الثانيه. بعدين ايش فرجيته؟ ال 200 حاله اللي انا ما دربته عليهم وجاب الجواب الصحيح مثلا، او جاب نسبه من ال 200 مثلا، جاوب 198 بشكل صحيح. اذا هو عمل جنراليزيشن، هاي هي قوه التعليم، انه هو صار يعرف الفانكشن. على فكره لو هاي ترانسفير فانكشن
كانها هاي شو بتمثل؟ كانت بتمثل الانسايد تبعت السيستم، بس انا ما احتجت اعرف الانترنال تبعت السيستم، انا بس ايش احتجت اعرف من السيستم؟ الانبوتس والاوتبوتس، كاني بلاك بوكس، كاني الفانكشن بفكر فيها كانها بلاك بوكس.